نتكلم معكم في سير المنادي. نتوجه الى الساده الاداره والنسباء والاعوان لتبرعات القياده وكذا الاحترام التام للمواطن. اعلن رسميا عن تنصيب العميد باسم السيد المدير العام للمواطن. اعلن رسميا عن تنصيب العميد الاول للشرطه سعيد منصور رئيسا لامن ولايه المغير، متمنيا له كل التوفيق والنجاح فيما ينتظره من مهام. ومن هذا المقام لا يفوتني ان احث المسؤول الجديد على العمل بجديه واحترافيه والحرص الدائم والمستمر على تعزيز التنسيق مع كافه الشركاء الامنيين والجهات القضائيه المختصه والمجتمع المدني وفقا لتوجيهات الجديده لقياده الامن الوطني.